حبي يأذيه الديوخ كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. في حب يأذيه الديوخ كل مدى، وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة، والأغرب أما بندي كتير من غير حساب، بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة؟ دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة؟ دي عيون ناس بتودع بعض، دي قلوب ناس مهزومة. زينا في الدنيا كتير، والنهايات متعادة، النهايات متعادة، وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس، ومفيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس. صفحة قديمة خلاص وهتتنسي كالعادة. سكر. هو انت كنت تعرف ان امي عندها السكر؟ انسة زيزي، والدتك فائت سمعت صوتك وعايزه تشوفك. الحمد لله على سلامتك. بقى ينفع كده يا ماما تبقى عندك السكر وما تقوليليش؟ انت عرفتي منين ان انا هنا؟ وانت ما كنتيش عايزاني اعرف مكانك ولا ايه؟ ولا اتضايقتي لما شفتيني؟ لا يا حبيبتي، بس انا عايزك ترجعي مطرح ما كنتي. لا يا ماما، أنا مش همشي من هنا غير وأنتي معايا، ومش داخلة البيت غير رجلي على رجلك. أنا ما قصدتش البيت. رجعي كندا. ليه يا ماما؟ ليه؟ أنتي مش من الأول اخترتي كده؟ هجيتي وسبتينا؟ إيه اللي رجعك تاني؟ أنتي كنت عايزة كل ده يحصل وما أرجعش؟ أنا مش محتاجة لك يا زيزي، مش محتاجة منك حاجة. بس أنا بقى محتاجة لك، هفضل طول عمري محتاجة لك يا ماما. أنتِ كذابة، أنتِ طول عمرك كده ما تسمعيش كلام حد، عمرك ما خدتي شورتي في حاجة. ارجعي تاني، ارجعي، أنا مش عايزة أشوفك ومش محتاجة لك، سامعة؟ مش محتاجة لك. امشي يا زيزي، امشي. سمحتي ما تعرفيش الاستاذه هتخرج امتى؟ ان شاء الله ان شاء الله ليلى دي تبيت في فرشتها، بس النائب يمر ويكتب لها على خروج. والف حمد لله على سلامه الحاج. الله يسلمك، شكرا. حضرتك مش عايز حاجه؟ سهول الصبر سوري يا اسطى، وجبت ليه؟ هعمل تليفون على السريع. أنا جبتك عشان تشوف الشغل ماشي إزاي. وردية طول الليل شغالة على حاجتك أنت بس. مكان داير ومش مبطل شغل. كل ده بقى على حس حمادة منشية. حمادة منشية؟ بقول لك إيه من النهاية كده؟ ماليش أنا في جو وزير الصناعة يتفقد مصنع البلاستيك يوم الثلاثاء ده هو. من النهاية يا عم أنا حاجتي هاخدها إمتى؟ يا واش يا واش يا منشية، ده إحنا لسه بنقول يا هادي الليلة دي. يا عم هادي ايه وبتاع ايه؟ انت باعتني يعني عشان اقول معاك الهوبا ونسمي مع بعض ولا ايه؟ لا انا باعت لك عشان موضوع تاني خالص. هلا يا شيرين، انت يا بنت انت وهي حد فيكم يفتح الباب. عملتيني يا ابن النيله، يقطع خلفه البنات وسنانها. حاضر امسح رجلك بره وخش تشطف عشان تغسل ايدك كده وتبقى فل. ايه ده؟ ما تغسل ايدك يا راجل. أنا مش قلتلك 100 مرة ما تقعديش الواد قدام الهباب ده؟ اوعى. ليه كده؟ إيه عايز تخيب زي إخواتك البنات ولا إيه؟ مالهم إخوات البنات إن شاء الله، مش أنت اللي قلت كفاية عليا وأقعد ساعد أمكم في شغل البيت؟ بس يا بنت اقعدي ساكتة خالص. شكلك كده مش عايزني أديك الأمانة اللي شاريك معايا. قلت لي إيه؟ شوف أنت بقى بتزني على دماغي بقى لك قد إيه ونفسك في إيه؟ محمول؟ برافو عليك، خدي اقعدي يا عمار. يا حلاوة ما يغلاش عليك. اشمعنى؟ جرايبت انتوا وهي، انتوا مش قاعدين معايا في البيت، عايزين المحامين على ايه؟ ده مستعمل. يعني نجيب الجديد يرجع يضيع نقعد نعيط؟ وقديم كمان. بقول لك ايه يا واد يا عمار، هات ارجعه مطرح ما جه. اخده انا؟ احسن من عدمه. ده مصمم. ابوك يا مش حد غريب. يا راجل قوم اغسل ايدك، اغسل ايدك. انا كمان عايزه محمول، اشمعنى يعني هو؟ وعايزاه ايه بقى؟ سامسونج ولا نوكيا يا حلت ابوكي؟ عايزاه تاتش. حاضر. المرة الجاية وانا هبقى انشل لك على واحد تاتش. ماشي. وانا كمان عايز تاتش. مش من اول نجرب اللي معانا يا عمار، وريني. فين الشاحن يا عمار؟ اهو. وريني، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا عيال. ها؟ طب وهي ايه اللي هيخليها تعمل كده؟ والله اختك عندك تسألها وتوعيها كده بالراحة. إذا كانت عايزة ترجع شغلها السكة اللي ماشية فيها دي ما تنفعش، تشوف سكة تانية عشان السكة دي هتجرها المرمطة هي مش قدها. ولا عشو ولا كان اللي يمس طرف أختي يا أستاذ خليل. في دي ما أقدرش أقول لك تلت التلاتة، بس الكلام ده لو كان معايا ولا مع غيري، إنما ده مع الحكومة، والحكومة ما يقدرش عليها إلا ربنا. أنا ما رضيتش أفتح بقي بكلمة مراعاة للعيش والملح. مش معاك انت بس، لا وهي كمان، انا بعدها زي بنتي وربنا العالي. ومرضاش يعني ان لعب العيال بتاعها ده يجرجرها على القناطر. وديني لا افتح دماغها نصين. حبيب بيتك بقى وانت حر فيهم. خلينا في الشغل. قلت لي هتستنى على الشغل اسبوع كمان؟ نادر بيه. ايه يا محمد بيه؟ لسه ما روحتش؟ شكلنا مش هنمشي الليله يا باشا. خير. بالنسبه لقضيه قتيل السخنه، الموبايل الخاص بالقتيل اتفتح من ساعه وتم تحديد المكان. هايل. بعت حد يجيبه؟ حصل يا باشا، والقوه خرجت واحنا بنتكلم. يا ام علي المدام وصلت. الحمد لله على السلامة يا مدام مشيرة، إن شاء الله تكوني أحسن. على مهلك. على مهلك. اتفضلي. تسلم إيدك يا حبيبتي. اتفضلي افتحي. تحبي تشربي أي حاجة دافية كده؟ لا انا هخش انام قبل ما تاكلي الطبيخ اللي طلعان عنا فيه من الصبح. طب ضمي عمرها ما دوقتنا الكلام ده خالص. وسع على الاكل، وسع. خدي خدي شيل يا بنت المفضوحه. انت ما كلتيش الاكل ده قبل كده خالص. احسن اكل بناكله واحلى اكل. يلا يلا بقى مدي ايدك، فضلة خيرك عامله لك شويه محشي يستاهلوا بقك. كتر خيرك، انا ما عنديش نفس. لا هو يعني كده كده مدام مشيرة مش هينفع تاكل الاكل ده لان الدكتور منعها. ليه؟ ده انا عامله لها شويه محشي ومرقاهم والله بمرقه الفرخه، والفرخه بلدي وغسلها بايدي دي والله. لا ما هو استني، اصل مدام مشيرة طلع عندها السكر يعني. اسم الله يا اختي، وده جالها فجأه كده؟ الزعل يا بنتي، الزعل وحش قوي. اسم الله عليكي يا اختي، الف سلامه. بس خلي بالك السكر ده تصاحبيه صاحبك. اه هو اكل اكل بس، تظبطي اكلك تبقي زي الفل. يلا حبه شوربه بقى كده يرموا عظمك عشان خاطري. والله مش قادره، صدقيني يا سعديه مش قادره. عين ايدك من محمول يا ولا تخربه. لا يخربوا ايه، ما خربوا من زمان. واللي كان انت لسه فاكره؟ انت مسحت الصابون هي ولا تلم يا ولا صابونه قوني لت ايه؟ بقول لك الست تعبانه عندها السكر. طيب انا هنزل اجيب الدواء من تحت عشان تغلي مع الاكل. عايزه حاجه؟ ربنا يخليك يا حبيبي. أنا مش عارفة من غيرك كان ممكن يجرى لي إيه. كتر خيركم، ربنا يخليكوا ليا. شفتي بقى عبد الله فيه الطولة إزاي؟ شفتي مش أنا حكيت لك عنه؟ مش قلت لك ده راجل؟ راجل. عبد الله خد المحمول وياك، انخرب ماليش فيه. لا لا ده بقى بيفهم فيه أكتر مني. بقول لك خرب خلاص. يلا يا اختي بقى مرقه شوربه من ايد اختك حبيبتي عشان اختك حبيبتك. كفايه بقى، العب انا مره. لا استني الدور ده، لا مش كل شويه تقعد تقول لي استني استني. في ايه؟ طب ممكن نلعب زوجي يا فارس؟ اللعبه دي ما فيهاش زوجي. لا فيها، بس انت خايف لما اغلبك. ده في احلامك، مفيش بنت تغلبني. طب قومي عشان المؤمن والالعاب طالعين. نعم؟ طب انا عايزه العب جيم واحد. يعني يطلعوا يلاقوكي في اوضتي؟ يا سلام، طب ما هي اوضتي انا على فكره برضه يعني. انت رخمه قوي والله العظيم. لو اقول لماما يا ماما يا ماما فارس في حد طلعنا؟ اه ده مؤمن. ايه ده بقى؟ ان شاء الله انا عماله من الصبح بتحايل عليه عشان يلعب لي جيم واحد وفي الاخر يطلعني من اوضتي عشان صاحبه جايين ورايا على المطبخ. مطبخ ورايا. اهلا اهلا بالعصابه. ازيك يا مؤمن؟ اهلا يا رب. يلا اوعى ورايا المطبخ. ايه ده؟ ايه ده يا فارس؟ ده لعبه ده ولا حقيقه؟ يا ابني ده الاتنين، ده عليه 100 لعبه. تعالوا اوريكم. شوفوا حاجه. هاتيلي شفشق الليمون من التلاجة. يلا متفضلش. بالراحه على نفسك احسن بعدين يطقلك عرق. انا عايزه افهم حاجه دلوقتي، هو الكمبيوتر ده متجاب للبيه لوحده ولا لينا احنا الاثنين؟ ليكوا انتوا الاثنين، بس ما تنسيش بقى ان هو كان عايزه من زمان وكان هيموت روحه عليه. انا الحق عليا ان انا عندي دم، مش انت اللي كنتي بتقعدي تقولي كل فلوسك خلصانه على بونا الفيلا؟ لا الحق عليا انا، ده انا بقطع من اللحمه عشان اجيب لكم اللي انتوا عايزينه. ده انا الشنطه بقى لها 5 سنين في ايديا، استخسرت اجيب لنفسي واحده جديده. والنبي بس يا ماما ما تقوليش علشانكم، ده انا الكمبيوتر ده من ساعه ما جه ما كملتش عليه جيم واحد وبرضه بطرد من اوضتي. عايزه تقعدي في وسط الصبيان يا بنت ولا ايه؟ انا مش عايزه اقعد في وسط الصبيان، ده انا هند حتى صاحبتي لما بتجيلي هو ما بيرضاش يتحتح من اوضته وانا باخدها وبنروح نقعد في الصاله. معلش هند بنت، ابقى خديها واقعدي في اوضتي. ليه يعني؟ بقول لك ايه؟ هي كلها كام شهر وهنروح الفيلا وكل واحد يبقى قاعد في اوضته عشان اخلص خالص. اه وطبعا بقى الكمبيوتر هيتحط في اوضه مين؟ في اوضه البيت. ليه يا ماما؟ اشمعنى يعني اشمعنى؟ قلت لك مليون مره بطلي كلمه اشمعنى اشمعنى اشمعنى. انا هقول لك كلمه تحطيها حلقه في ودنك، بلاش تقارني نفسك باي راجل عشان ما تتعبيش. ده على اساس ان انا بقى كده مرتاحه؟ ليه يا رب ما خلقتنيش ولد يا رب، ليه ما خلقتنيش ولد عشان ارتاح من الظلم ده؟ امسكي يا بت. مدام مشيرة حضرتك معايا؟ مدام مشيرة يا حبيبي سامحك كده. شمال سوسته سوسته ده بقى يالا بالراحه يا بت اعصابك، ده انت عروسه. عروسه والعروسه دي يا اختي بدل ما تكرميها عايزه تمصلحي عليها. انا برضك حملي الحبتين يا اختي دول عليا، ده بنت اللي انا شيماء وانا حبيبتك منى. حبيبتي حبيبتي تهديني يا حبيبتي، مش تمصلح عليا وتاخد الطقطقين يا بت. بقول لك ايه، ده انا من بكره انزل الوكاله واجيب احلاها قمصان وبربع الثمن. وش جاب شغل البلل السوق الحر يا شيماء؟ حوش حوش البت بتلبس من سيتي ستار. طب اقول لك، خدي القميص الحلو ده البسيه للواد عماد في ليله دخلته، ولا ناويه تلبسي له سكندهند يا منيله؟ اذا كان يا بنت العروسه نفسها سكندهند. شش يخرب بيت حسك العالي، امك بره تسمعي. يا بنت اللي يدور على امي لا سكندهند. مؤاخذه منى، خد الباب في ايدك كده واطلعي بره. فهمني بس عملت ايه البت ديت؟ ما تقولي اطلعي بره يا امه. طب سلام، انا بقى دلوقتي ابقى افوتهم لك بعدين. سلام يا خالتي. سلام يا بت. فهمني يا ابني فهمني. اطلعي بره يا امه، اطلعي بره يا ابني حرام عليك. فهمني بس هي عملت ايه؟ يا منشيه ايه يا منشيه اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ عملت ايه انا منشيه؟ في ايه؟ يا بنت خدي ايدك. ايوه حرام عليك يا واد، خفي ايدك شويه عشان نسلم العريسه سليمه. يا واد حرام عليك يا واد، عيني يا واد، يا واد مش كده حرام. حضرتك نروح حاجه تاني يا فندم؟ ممكن واحد اسبريسو دبل تاني؟ اوكي تحت امرك. ميرسي. يا زوز سوري بس العمال طلع عين امي النهارده. نيفر مايند حبيبتي. مالك؟ ماما ايه لقيتيها؟ لقيتها وما لقيتهاش. انا وماما تايهين من بعض بقالنا فتره، شكلنا كده عمرنا ما هنتقابل. تخيلي بعد ما كنت قلب عليها الدنيا هتجنن والاقيها تقولي ارجعي مكان ما كنتي، ارجعي كندا. كوبس يمكن لسه اعصابها تعبانه يا زيزي يعني، مش عارفه. بس انا بجد نفسي افهم هي ليه دايما بتعاملني كده؟ ليه كل ما بحاول اقرب منها بتبعدني؟ ليه دايما رفضاني؟ انا اول مره اشوفك بتعيط يا زيزي. انا مش بعيط، انا بس مخنوقه شويه. يمكن هو ده السبب، عشان دايما بتحاولي تداري مشاعرك. هي مش فاهمه اكيد انك بتحاولي تقربي منها. اي ثينك لو اتكلمتي معاها بقلبك ساعتها هي اللي هتقرب منك. جربي اتفضل يا فندم. شكرا. أنا عارف إن حضرتك عايزة تنامي، بس كنت عايز أتأكد إنك هتاخدي الدواء يعني. بقولك يا عبد الله، أنا جايز أعرفك من فترة قليلة قوي، بس فاهمك كويس. أنت كنت مستنيهم يمشوا عشان تقولي على حاجة يعني، حاجة زي كده. عايز تقول ايه؟ زيزي بنت حضرتك، يعني ليه بتعمليها بالطريقة دي؟ هي صعبة، صعبة حبتين، بس متهيألي ده من خوفها عليكي. يعني ليه تمشيها زعلانة بالشكل ده؟ أنا آسف. أكيد طبعاً أنا ماليش حق إن أنا أتدخل في حاجة زي كده يعني. بالعكس حبيبي، أنا قلبي كان بيتقطع وأنا بقول لها الكلام ده، بس أنا بجد خايفة عليها. بس اللي بيخاف على حد بيحوط عليه. أنا عايزة أحميها يا عبد الله. تحميها من مين؟ اللي بيبعت لي رسايل. عايز ينتقم مني أنا شخصياً؟ أخد ابني، هيبقى ابني وبنتي. بس حضرتك يعني كان ممكن مثلا تمشيها بس بشكل ألطف من كده شوية. ما بتعرفش يا سيدي، بنتي طول عمرها عنادية، دماغها جزمة قديمة، مش عايزة تنزل الدنيا من على كتفها، كأن كل اللي بيحصل حواليها ده هي السبب فيه. عارف لو قلت لها هيحصل العكس، هتقرب مني أكتر. أنت لسه صغير يا حبيبي، بكرة تتجوز وتعرف يعني إيه ضنا. بس انتي في حاجة تانية موتراكي. هو اتصل تاني؟ عايزني ارجع. شفتي الإفيه؟ أنا مش عارفة ليه الدنيا دايما ماشية معايا بالعكس. الناس اللي أنا مش عايزاهم في حياتي هم اللي بيقربوا مني. الناس اللي أنا بحبهم وبهتم بيهم دايما بيقابلوا اهتمامي بالعكس. حتى الشغل، أول ما حسيت إنه ابتدى يمشي لقيته برضه بيرجع بالعكس. عارفة ساعات بيبقى نفسي أصرخ في الدنيا وأقولها كفاية، أقفي بقى، بس بطلي تمشي معايا بالعكس. كفاية أنتي بقى يا زيزي، كفاياكي كلام عن الموت بقى. أنا بقيت بتمناه أكتر من أي وقت تاني. ليه؟ نفسي أعرف هتزعل عليا قد ما زعلت عليه ولا لأ. نفسي أعرف الموت هيساوي بيني وبينه ولا هيفضل في فرق ما بيننا حتى وإحنا تحت التراب. فين الراجل يا محمد؟ وصل يا باشا، بيتفيش. عرفت عنه حاجة؟ سواق ميكروباص على طريق السخنة، متجوز، عنده ولد وثلاث بنات، ساكن في مدينة السلام. يعني ليه علاقة بفارس يعني؟ والله يا باشا لحد دلوقتي مفيش، لكن هنشوف. تمام يا باشا. هتتكلم على طول يالا ولا هتقرفنا؟ وعزة جلال الله وكتاب الله ما عملت حاجة يا باشا، ورخصي سليمة. يا باشا والموبايل ده لقيته، وعزة جلال الله ما قلبته من حد. الخط كان في العده دي يا سعد؟ ايوه سعادتك. وفين بقى العده اللي كان فيها الخط يالا؟ هي دي العده اللي لقيتها يا سعاده الباشا، ده حتى الواد ابني ما لحقش يبص فيها. انت كذاب يالا، وعزه جلال الله ما بكدب يا سعاده الباشا، وربنا ما بكدب، يا رب اتص في نظري لو كنت بكدب يا باشا. لقيتها فين؟ على الطريق يا باشا، وانا راجع على طريق السخنه. منين لقيتها على الطريق؟ ومنين العده ما فيهاش اي خدش؟ ما انا سعادتك لقيتها على الرمله جنب الاسفلت لا مؤاخذه. الله، انت يا مش لسه قايل كنت ماشي على الطريق؟ ايه اللي وداك على جنب؟ لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، انا لا مؤاخذه كنت عايز اعمل زي الناس يعني لا مؤاخذه. قوم وانا برفع السوستم عليك لمحته تحت مني، فانا قلت اكيد مؤكد يعني حد يكون رماه من الشباك وهو سايق. ايوه يا باشا، ما في ناس كده يا باشا ما تقدرش النعمه، اول ما تجيب موبايل جديد تقوم راميه القديم. انا قلت في عقل بالي بقى الواد ابني اولى بيه يعني يا باشا، بس يا باشا هو ده اللي حصل، وان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب التاتش يعني. انت ما تعرفش مين صاحب الموبايل؟ اعرفه منين بس ساعات؟ ماشي يا سعد، خده معاك بقى عشان يعرف. والله انا عايز اطلع قدام، والله مش هطلع قدام يا باشا. طب انا رايح فين بس؟ اطلع قدام بس يا عم سعد يا باشا، انا ما اعرفوش يا باشا. بيعمل زي الناس يا باشا. تفتكر حضرتك يكون بيكذب؟ مش عارف، واضح ان الراجل ما بيكذبش، بس العده مش عده فارس، والخط خط فارس، وده اللي مخلي حضرتك شاكك في اقواله. بس كله هيبان لما نواجهه بمشيره. هي بقى اللي هتقول اذا كان دي عده ابنها ولا مع عده ثانيه ولا ايه. طب ابعت اجيبها يا باشا. تجيب مين يا محمد؟ تعرف الساعه كام؟ روح نام، روح نام. عمرك يا باشا. نفسي أعرف هتزعل عليا قد ما زعلت عليه ولا لأ. نفسي أعرف الموت هيساوي بيني وبينه ولا هيفضل في فرق ما بيننا حتى وإحنا تحت التراب. اقفي اقفي يا بنتي على جنب. خير يا بنتي. طيب ما تخافيش، خليكي معايا على التليفون لحد ما اوصل لك. ها انا معاكي على التليفون اهو اهو. امال جبري فين؟ مشي من ساعه يا ريس. تؤمر بحاجه؟ احنا في الخدمه. وبعدين؟ ولا قابلين زي ما قال لك النبطش اللي جوه. الحرامي هيتصل بيكي بكره ولا بعده بالكتير ويساومك على فلوس. يعني هيعتبروها برضه سرقه عاديه بعد كل اللي حكيته لهم جوه ده؟ المحضر ده مجرد اثبات حاله. خلي بالك انا هوصلك لغايه البيت عشان اطمن عليكي، ولو حد اتصل بيكي تبلغيني، ما تروحيش اي حته لوحدك، وبعد كده ما تبقيش تتاخري بالليل، الدنيا ما بقتش امان زي ما سبتيها. جبري لسه ما جاش يا علاء؟ لا اصل انا لقيت النهار قرب يطلع، روحت من بره بره. ها؟ لا انا في البيت. لا زيزي بخير. هم سرقوا العربيه بس، انما ما لمسوهاش. يلا انتوا روحوا بقى، روحوا عشان تيجوا الصبح بدري. يلا بسلامة الله يا ابني، مع السلامة. مساء الخير يا حبيبي. خير يا بابا. وأنت موبايلك ضاع. أنت عرفت منين؟ واحدة كلمتني قالت إن هي لقيته. يبقى كلمها، البت صوتها حلو. تصبح على خير. تقول أهلا.